فهم بعضيه والله بعض من هذا فيسبوك. ما قصده انا حس انه شخص تابع بيدي فيسبوك مع في مئات الخلق حتى اللي قبض دماغه درت فيه كارت ميموار وسجلت ما عليه فهم شيء ليتم دائما عنده وجهه نظر اخرى. يا غير ياك ندير الامور بسياقها. عندي هون تصريح بس طوله طويل قال له يعود نتكلم فيه انا عن راسي شخصيا، ماذا نتكلم عن وجهه نظري انا كفؤاد، ما هي وجهه نظر اي حد ثاني، ولاني لا ملزم اي حد ثاني يعود عنده نفس وجهه النظر مع احترامي لجميع وجهات النظر. غالبا من بعض المغالطات نختارهم ما يكونتينو. اولا العقد دون ولي امر بالنسبه لي انا فؤاد خاسر، والشاسر عقد من عدله خاسر. انا ما نتكلم عنهم هم، ما نتكلم بعض عن اخبار العقد يا كان صحيح ولا غير صحيح، ولا نتكلم على ان اي خيمه من تقدر تقبض ايديها منها معنا الله. اي حد يسوى منه عنده الحريه المطلقه اللي منتو يعطيها الذاكر اللي هو لاف عليه وشايف على انه صالح لمنتو. انا نتكلم ولا نتكلم عن عائلات ولا عن قبائل، بيدي محترم جميع القبائل الموريتانيه، وسدوا من عائله نحترمها بالمستوى الشخصي، وماما من عائله نحترمها ومن اشرافها نحترمهم على المستوى الشخصي، ما بيني معاهم شيء ولا بيني معاهم شيء خاسر. نتكلم عنه هون على الانسان يرتفض على اساس انه قليل ولا ما هو قليل. انا ماني مؤمن به، مؤمن البشر كامل سياني، مؤمن على ان اي انسان يعطوا اي شخص ما تربته ناقصه وياهو ولا انسان يعني بالنسبه لي يعني يرتفض على على سوء المعامله، والله يرتفض على انه ما هو محترم، والله دروجير، والله مخزي، والله ما يصلي، والله ملعون. ولاني مبرر اي ذي العائله انهم عدلوا شيء صالح ولا خاسر، انه نتكلم عن لي كونسيبت نفسها، على الانسان يرتفض على اساس انه من شريحه فلانيه. اذا انا ضده انا شخصيا ولاني فارضه لاي حد يسوون، اي انسان هو عنده حريه الراي في عدل اللي يبقى عدل. قال انا فؤاد نتكلم عن رايي انا الشخصي، ولا هو راي ملزم باي حد يعود قابله، ولا هم ولا هم ولا هم اللي ملزم انا بنقبل برايك انت يسوى شنو. نتكلم عن مواقف، نتكلم عن اشخاص، لا ما فيه القبيله ولا فيه العشيره، كل حد مشرف قبيلته مشرف اصله. يقال حد يعود فاهم على ان كل شخص انت اذا عاد بوك راجل متعدل وبوك صالح والله بوك مكسور عمر، انت ما تمثل بوك، تمثل راسك. لا تقلت معايش دائما على اساس انك تولي فلان، بيدي كيف ما نعود واضحين خالقين واحدين تقدموا مات الناس ما عندهم هو فلان. اختار انت ايش قدمت انت منهم، ايش قدمت انت. هذا نعود واضحين، نعود وياك نوضح الامور. وثانيا شفت واحدين يتكلموا من الاغنيه انا ما ينتاجي وسدهم قاعد عدلها ماني عالم بها، بارطاجيتك جميع الشباب اللي الاغنيه حاس بي وحاس بالعدل، وانا زينه عندي انا كمستوى شخصي. قال ماني فارض على حد. واي عمل انتاج فؤاد والصبر يدعو مكتوب عليه زورسة برودكسيون كبير عليه لوجو الشركه. واي عمل ما عليه لوجو الشركه ما انا مو انتاجي، ما عندي به علاقه، نقدر نساعد واحدين او نساعد اعمال معينه. اذا اياك نضيف الامور في سياقها، سدون ولا ماما كلهم من عائلة أنا نحترم على المستوى الشخصي ولا راسي من فوق، عائلات من قبائل محترمين ومن عائلات محترمين. احنا هم ما نتكلموا على القبيلة ولا نتكلموا على العشيرة، نتكلموا عن أشخاص. ولا نرجع ونعلها مرة أخرى، ماني مبرر أي عقد بدون ولي الأمر، بالنسبة لي أنا عقد خاسر فاسد شرعا. الآن كل حد افتفي، نتكلم هون عن اخبار التكافؤ في النسب، والانسان ما هو قلق الله من رقاش، انا عندي ما هو خالد ولاني مآمن به وعندي رجعي ولا ينفع وخاسر. انسان يرتفض على اسباب اخلاقيه ولا هو خالق في الدين، انسان يعود بلا ان يعود منتي حد بالاخلاق ماني عاطيها له، وحد ما هو مربي ماني عاطيها له، وحد ما يصلي ماني عاطيه منتي. الان المستوى الشخصي اي شخص جاني محترم ومسؤول نعرف انه يكفل منتي بشي متعدل نعطيها له. واخبار تدار شويبات والاقراص ما عندي فين نتكلم فيه، بيدي موريتانيا كامله تعرض شويبات الاقراص كلهم ماشي وجهه، هاي الحقيقه. تبقوا تعتبروها حقيقه واقعه في المجتمع الموريتاني قبلوها، تبقوا تديروها في سياق على اني انا سميت قبيله معينه الله مكون معاهم. انا ما سميت اي قبيله ولا سميت اي مكون ولا سميت اي عائله، سميت اشخاص وافراد. النقطه تعودوا فاهمين، واذا رايي ولا يراجع عنه يا غير ما سميت اي حد ولا نسميه قاع بيدي مهل للطريق. نتكلم عن مواقف معينه وعن اشخاص معينه، لا يأولوا حد شرع يجيها. وفي النهاية الموضوع أنا ما تقعد متكلم فيه نهائيا، بيلي كل حد باطل يقول وحر. وإني لا نقول لكم خالق إن كيف واحدين قال لك فؤادي حر شوي بات أنه منه، أي حد
ناقد بدون ولي أمره هذا عقد صرعا خاسر. نتكلموا عنه أخلاقية والله إنه ما صالح، وكل حد عنده الحرية المطلقة في ينقر لمنت ذاك داف وشافه إنه صالح. أنا عند بالنسبة لي أنا معاييري أن حد يعود مربي وأخلاقي وخيرت به راجل ليه نوت رجال خالق واحد يعود معياره لأنه يقبض بني بيبي سواله مستخطيه منتو حر هو فيه. أنا ما ندخل فيه بيلي ما يعنيني ولاني حكم على منات الناس نو عود واضحين. أنا وش نظري لأن منتي اللي نعطيها ذاك الراجل نعرف إنه كفلس ومن أي شريحة يسوي يشني يعود محترم. ما يجيني واحد ما قطوش وشوينه بلا أخلاق ومسخ نعطيه منتي ماني عاطيها له. يقال يجيني أي حد محترم من أي شريحة نعطيه منتي وفق نقطة. يقال لي نرفض على عيالنا من الفلانيين ومن الفلانيين. أنا ضده، أنا شخصيا قال ماني فارض ولا حد، أنا ضده والشرع ضده والدين ضده. وداناكم بخير حافظ.